شرفت والوفد المرافق بتمثيل السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يجري حاليا في ستوكهولم، والذي هو جاء احتفاء بالذكرى 50 لمؤتمر ستوكهولم الأول، والذي كان تحت شعار البيئة البشرية. وكان تمثيل الجزائر طبعا تمثيلا مشرفا، حيث استعرضنا ما قامت به الجزائر، وقدمنا خلال أشغال المؤتمر ورقة عمل تضمنت المقترحات الناتجة عن المشاورات القطاعية والتي شاركت فيها كل قطاعات الجزائر، والتي تضمنت اقتراحات الجزائر لتحقيق البعد البيئي في التنمية المستدامة، وقد أدرجت هذه الورقة في أشغال المؤتمر. كما قمنا طبعا بتقديم مختلف الإنجازات التي قامت بها الجزائر لحماية البيئة، ولا أذكركم هنا بالسد الأخضر، فهو أول آلية تعتبر آلية فعالة، وقد تزامن إنشاء السد الأخضر مع إنعقاد مؤتمر ستوكهولم الأول في 1972، وهو يعتبر إضافة استشرافية للحفاظ على البيئة. وتعمل الحكومة حاليا بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية بإعادة بعث هذا المشروع العظيم، والذي سوف يخدم ليس الجزائر فقط ولكن كل المنطقة، وحتى منطقة البحر المتوسط بما يمثله من آلية للحد من التصحر وتقدم الصحراء، وكذلك من عامل بيئي هام وممتاز ليس فقط كما قلت للجزائر ولكن لكل محيطها، دول الساحل وحتى منطقة البحر المتوسط. كما قمنا بإبلاغ مؤتمر ستوكهولم بإدراج بمصادقة مؤتمر القمة الإفريقي الاستثنائي الذي جرى ب 27 مايو بمالابو، على مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء آلية مدنية إفريقية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وهي تعتبر آلية استشرافية استباقية ثمنها الجميع، وسوف تساهم بطبيعة الحال في محاربة كل الآفات البيئية والمناخية التي تواجهها قارتنا السمراء. وقد دعونا كل الفاعلين في مجال البيئة على المستوى العالمي بدعم هذه المبادرة ماديا ومعنويا.